بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، نتكلم باذن الله تعالى عن تفسير قصار السور، السور التي تتكرر معنا دائما في الصلوات المفروضه. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Gjithë falënderimet janë vetëm për Allahun, paqja dhe bekimi i Allahut qofshin mbi profetin tonë Muhammed, mbi familjen dhe mbi gjithë shokët e tij. Shehu Najimi ka qenë edhe para një viti në xhami. Sot do të flasim diçka rreth sureve të shkurtra, të cilat i përsërisim shpesh në namaz. Na, ne tekellem awwal shay an ayat al-Kursi. Së pari do të flasim për ajetin Kursi. تسمى هذه الآية بآية الكرسي، آية من سورة البقرة. آية الكرسي هي آية من سورة البقرة. نعم، تسمى آية الكرسي لأن فيها ذكر الكرسي، وسع كرسيه السماوات والأرض. كل آية تقول آية الكرسي، سبسنتا آية تشت برمندور كرسيه. والكرسي كما فسر ابن عباس رضي الله عنهما هو موضع قدمي الرب سبحانه وتعالى. ذا كرسي سيجا كومنتوار ابن عباس رضي الله عنهما اشت فندي كوبندوس دي كومت الله مغروار. نعم. هذه الآية هي أعظم آية في كتاب الله. دي كومت داريتك نو نو يب كوت قدم. أعظم آية في كتاب الله هي آية الكرسي. ذا آية ماما دشتور në librin e Allahut është ajeti Kursi. Naam. Idha ma hiya a'zam aya fi kitabillah hiya ayat al-Kursi. Nëse na pyet dikush rreth cili është ajeti më madhështor në Kur'an, i themi që ajeti më madhështor në Kur'an është ajeti Kursi. Wa dalil anna an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay ibn Ka'b radhiyallahu anhu an a'zam aya fi kitabillah, qala Allah la ilaha illa huwa al-hayyul qayyum, yani ayat al-Kursi. An-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay, an-nabi sallallahu alaihi wasallam sa'ala Ubay. فأجاب أبي رضي الله عنه. نعم. أبي ابن كعب رضي الله عنه. تبيه ذي ثلاث صديش أبي آيتي ما هذا الصور القرآن. ذي أبي ابن كعب فآيتي ما هذا الصور القرآن نشت الله لا إله إلا هو الحي القيوم. نعم. فضرب على صدر النبي صلى الله عليه وسلم، ضرب على صدر أبي وقال ليهنك العلم أبا المنذر، يعني قرر على هذا. نعم. هي أعظم آية في كتاب الله. ذي البروفيت صلى الله عليه وسلم من بنوسي شو بلاك نتيب بجوكسي أبي ذي ثلاث بو او ابو المنذر كيش ايت مو مالشتور كوني. نعم. طيب، فضل هذه الآية شفار ميرسيه كا كيو ايت من قرأها في ليلة كوش لتزون كتا ايت ناكل بارس البلي لم يزل عليه من الله حافظا دو ذكت مرويتي نغا الله في نتمادر وار ولا يقربه شيطان حتى يصبح ذلو كا بورتي وفوار شيطاني دين ستزبار من يسي. نعم. إذا من قرأ في ليلة يحفظ الله سبحانه وتعالى إلى أن يصبح. أتير كوش لتزوم من نات كتا يد مدشتور الله كابر دام رويت وبرا دير سادة سبار من يسي. إذا تقرأ قبل النوم ذا كيو يد لتزويت بارا جوميت. نعم. وكذلك تقرأ أدبار الصلوات المفروضة الخمس جيت أشتو لتزويت إذا باس بس نمازي وفارس. نعم. طيب، لأن الذي يقرأها أدبار الصلوات المفروضة الخمس لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت، كما ثبت هذا عن النبي عليه الصلاة والسلام. سعيد سيدي لتزول باس نمازه في الفارس نو كان نيو ديسانس مستي ذي كم المصاف؟ إلا لم يبقى بينه وبين الجنة إلا الموت. بدل مبديكي عندام أتو نجنتي كوش لتزول باس نمازه في الفارس. نعم. يقول الله سبحانه وتعالى فيها الله مدروه نقطة يد قط الله هو المألوه أي المعبود محبة وتعظيما. الله أشت أمر غامرة الله مدروه أشت أي إي أذروري. نعم. كي أذروي تتير برا دوكي إداشو دوكي إي مدروه. لم يسمى أحد بهذا الاسم إلا الله سبحانه وتعالى. دي أسكوش نكتوهت مكتو أمر نكتوهت مكتو أمر بريتش الله مدروه. نعم. وقيل انه اسم الله الاعظم هو الله. ذا ثوهت جدا شتو تشي امري مو ما دشتور يا الله هو الله. يعني اذا دعي به اجاب.
me të cilin nëse lutet me këtë emër i pranohet lutja atij që lutet. La ilaha. La ilaha nafian jami' ma'bud min dunillah. Nuk ka të adhuruar, do të thon mohon adhurimin e gjithçka tjetër përveç Allahut të madhruar. يعني تكفر بجميع معبد من دون الله عندما تقول لا اله تمهوش çdo gjë që adhurohet përveç Allahut الا هو تثبت العباده لله وحده لا شريك له përveç ti ta fiksosh këtë adhurim vetëm për Allahun e madhruar الحي اي ذو الحياه الكامل الحي ai i cili ka jetën e plot التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء اتي نوكا فيليم ذو كا مريم فهو سبحانه وتعالى هو الحي الذي لا يموت الله مدرور اش اي جاني كلوك دس القيوم معنى القيوم الذي قام بنفسه وقام غيره به فهو مستغني عن كل شيء وكل شيء مفتقر اليه القيوم اش اي تيلي مبار بدنتي ذن اسكوش نوكي ديمون نكتا جي نعم فالحي هذا كمال في الذات الحي ايجالي برا كي نوكا فلي ذن باريم كمال ذاتي اشت نير برسوسي برا نو فتن تي والقيوم كمال في السلطان القيوم اشت نير برسوس مري نو بشتت واذا انضم الحي مع القيوم كان كمال ذاتي وكمال سلطان ده كوبيت ديو باش تو امرا اتي اشت نير برسوس مري اده نو në vete edhe në pushtet. Naam, wa qila an al-hayy ma'a al-qayyum huwa ismu Allah al-a'zam alladhi idha du'iya bihi ajaba subhanahu wa ta'ala. Këta islami thonë që al-hayy al-qayyum ky është emri i Allahut me të cilin nëse lutet dikush i pranohet lutja. Wa ja'a al-hayy ma'a al-qayyum fi thalathati mawaadi' fi al-Qur'an. Al-hayy al-qayyum do dia bashkë kanë ardhur në tre vende në Kur'an. Hona fi ayat al-Kursi fi surat al-Baqara. Në ayat al-Kursi në surën al-Baqara. وفي اول سوره ال عمران كان ارضو بوستو في فيلم سوره ال عمران وفي سوره طه غير سوره طه نعم الله لا اله الا هو الحي القيوم لا تاخذه سنه ولا نوم السنه هي مقدمه النوم النعاس اذا تنوب كاب اس جومي ذا اس كوتيا كوتيا است فيليمي فيليمي اي جومي اول طارد جومي والنوم هو نوم معروف ذا جومي ايش هو فالله سبحانه وتعالى لا ينام ولا ياتي ولا تاخذه سنه لكمال حياته وقيوميته الله مذكور با نوك فله نوك كاب اس كوتيا ذا اس جومي sepse është i përsosur në veten e tij dhe është i përsosur po ashtu edhe në sundimin e tij edhe hala fi kamal كمال الله سبحانه وتعالى جيلاتو يان فلاسي بور برسوسمرين اي الله المدرور له ما في السماوات له هنا حصر لله لا لغيره اتي يتكون جيتشكا بشين دوثن جيتشكا اتي تكون جيتشكا شي اش ن قيه دن توك وهذا في عموم ملك الله سبحانه وتعالى تكون جيت برشيلين اي سنديميت الله المدرور يعني كل ما في السماوات وما في الارض ملك لله سبحانه جيتشكا شي اش ن قيه دن توك është në sundimin e Allahut madhruar. Qad yaqul qa'il, "Indana muluk fi ad-dunya." Dikush mund të thotë që kemi edhe mbretër të tjerë në dynja. Lakin naqul hadha al-mulk naqis. I themi që sundimi i këtyre mbretërve është i mangët. Wa kull hadha dakhil bi mulki Allah subhanahu wa ta'ala. Të gjitha këto sundime, këto mbretëri janë poshtë sundimit të nën sundimin e Allahut madhruar. من ذا الذي يشفع عنده الا باذنه هذا فيه اثبات الشفاعه ان حق لله كوش اش اي تيلي مود ندرهي تك اي پرвеч се ме лејен ати да ишо трегует пра чартази ќе дмјецими пра еш ни сундим и на и Аллах мадруар ولا يمكن لاحد ان يتقدم بالشفاعه بين يدي الله سبحانه وتعالى الا اذا اذن له الله سبحانه وتعالى ده اسكوش nuk mund të ndërmjetësoj tek Allahu madhruar vetëm se pasi që t'ia lejoj këtë gjë Allahu madhruar hatta an-nabi alayhi as-salatu was-salam yawm al-qiyamah la yastati' an yabda bil-shafa'a hatta ya'dhan lahu Allah subhanahu wa ta'ala madje edhe profeti sallallahu alayhi wasallam ditën e kiametit nuk ka për të ndërmjetësuar vetëm se pasi që t'ia lejoj këtë gjë Allahu madhruar
يعلم ما بين أيديهم. يعني الله سبحانه وتعالى يعلم الحاضر والمستقبل. أي دي جيش كاتن دوز نتاش من دنا تارمن. وما خلفهم يعني يعلم الماضي. جلاشو دي إذا تشكو أرمن. إذن هذا في عموم علم الله سبحانه وتعالى لكل شيء سواء كان من الماضي أو من الحاضر أو من المستقبل. كتو ترقوت برسوس مريا ديس الله وتمدروار كدية تي برشين تقالوار تتاشمن ذات أردمن. ولا يحيطون بشيء من علمه أي مما استأثر الله سبحانه وتعالى به في علم الغيب عنده. ذي أتا قياسة نقدين أسي جو فريساي كالله كافشيه ن ديان الغيب تسبشتس نوك دي اسكوش تيتر پرويتش الله المدروار علم الغيب علم خاص بالله سبحانه وتعالى غيبي اشت ني ديتوري اوچانت وتم پر الله المدروار وتم اي دي غيبي وكل من ادعى علم الغيب فهو الله كاذب وكافر ده كوشدو تي پرتندون سدي تفشتن اي اشت ني گنيشتار ده اشت پا بسندار نيكوسيش إلا بما شاء إلا بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى. ذكر يسوع الدين بيتم أتوج الله وكا وكم صورة تيرة. فعلمنا الله سبحانه وتعالى بأشياء وكتم عنا أشياء. اللهم كم صور نبي دي سجرا دي ساتيرة يكاف شهور. فادعاء هذه الأشياء التي كتمها الله سبحانه وتعالى عنها كفر. ذا بريتندوش سدي ديشكا بريتيرة جرا وكا الله يكاف شهور نه. إيش مسبسين دمهم. وإذا جاء إنسان وأنكر علم الله سبحانه وتعالى بالغيب كذلك كفر. Dhe nëse vjen dikush dhe thotë që Allahu nuk e di të fshehtën, po gjithashtu ai ka mohuar. Wasi'a kursiyuhu as-samawati wal-ardh, yani al-kursi akbar min as-samawati wa min al-ardh. Dhe kursi i Allahut madhruar është më i madh se qiejt dhe toka. Wa 'idham al-makhluq adul 'ala 'idham al-khaliq. Dhe madhështia e një krijese tregon për madhështinë e krijuesit. Wala ya'uduhu hifdhuhuma, ay anna Allah subhanahu wa ta'ala لعزته وقدرته وقوته هذا الحفظ لهذه المخلوقات وإن كانت عظيمة فالله سبحانه وتعالى قادر على حفظها. هذا أصلًا جنوك الموضوع هذا موضوع تكريوه توكريسا هايش كتوك فتشيشم برتيروه توكريسا. نعم لكمال سبحانه وتعالى. مش كات بسوس مريس ذي ما دشتيستي. وكمال قوته وقدرته. شكرت مصيصه فورس تي ذا فوجيسه دي. وهذا الشاهد هنا في الايه ان من قرأ هذه الايه يحفظ الله سبحانه وتعالى ان الله سبحانه وتعالى يحفظ كل المخلوقات. جيا كريسوري تا يت اش كي كوشدو كي ريزون كتا يت بارا سي تو فلي الله مدروار كا پر تا مبرويتور. وهذا الاسباب من يزي. وهذا الامر ليس بعظيم على الله سبحانه وتعالى. كيو تشكاي ليه پر الله مدروار. وهو العلي اي إثبات العلو لله سبحانه وتعالى. ليش ميلارتي؟ برات رجعون إلى الارتسين الله مدروار كيش نبي كليسا. فأهل السنة والجماعة يثبتون لله سبحانه وتعالى علو في الذات وعلو في الصفات. ذي ذيك السنة إذا جماعي يبين تجدروشهم الله من الله مدروار انجليتيان أتي لارت نم فدر أتي إذا نم تلاسيد أتي. يعني الله سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى. الله مدروار كائنات مت بوكر تلسيت مت الأرض. أكمل صفات لله سبحانه وتعالى. تلسيت مت برسوسرة يرى توجك الله مدروار. ونثبت أيضا علو الله سبحانه وتعالى على خلق بذاته سبحانه وتعالى. كذا شو بيبت كندروش من الأرسين لنقيت إلى الله مدروار بيك ليس لتي. وثبت علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. بأدلة إجمالية خمسة. ذا إنجليتيا ألوهي الله مدروار سيبر أشت بور أشندروش مي مي بس شينيا بالكتاب نباستو أرغمتي القرآن القرآني والسنة نا سنتي وإجماع الأمة نا أونا نيمتدي إي ديتارة تومتي والعقل واشتو نا لوجيكا والفطر من ديشدوش إلي نغا في تريتي نا تشمريا دي سيكتي باس نيريوت. تنوعت أدلة القرآن في إثبات العلو لله سبحانه وتعالى بذاته. أرغمنت نا قراني يان نيارت الشمتا تأرغمنتوين بر لارتسي من أبواد مدلوار نجبين نتي لارت بذكر العلو كنا برمينو براكت والفوقية ديش الله هو سيبر والاستواء كنا كندروار بياش وصعود الأشياء إيش نجدر سيبر ونزولها
ونزولها من من السماء من العلوم الى الارض وكذلك ادله السنه بل جاءت السنه المتواتره باثبات العلو لله سبحانه وتعالى اذا سنتي كا حديثه كيوهن كارنارد غابن حديث متواتر ايش حديثي كي تسفيتون ني جروب اي ما كونسيدروش نيرزيش نا نجدو غراد ما رواه جمع عن مثلهم الى النبي صلى الله عليه وسلم. يروي مجلس بريساب ذا تبين براب يكونسيدروش ديري تك بروفيت صلى الله عليه وسلم كاين ني جروب يكونسيدروش كي më pas hadithi quhet mutawatir. Nuk është hadithi që ka ardhur nga një person, ai tjetër nga një tjetër ose nga dy, por është hadithi që transmetohet nga një grup i konsiderueshëm njerëzit në çdo shkallë të transmetuesve. Yastahil fi al-hadith al-mutawatir an yati hadha al-jam' wa yajtama' al-kalim. No, dhe është pamundur që ky numër i konsiderueshëm transmetuesit të bie dakord për një gënjeshtër. Është pamundur. Edhe as-sunnah al-mutawatir as-sahiha. بل السنة القولية والفعلية والتقريرية جاءت بإثبات العلو لله سبحانه وتعالى على خلقه. نعم. الثالث أجمعت الأمة على إثبات علو الله سبحانه وتعالى على خلقه. Gjithashtu ka edhe unanimitet të muslimanëve që Allahu madhruar është sipër lart, është vetëm mbi krijesat e tij. Wa man khalafa al-ijma' yakfur. Dhe kushdo që kundërshton ijmain, unanimitetin, ai ka mohuar. Kadhalika al-aql yastahil an ya'ti 'aqil illa wa yuthbit lillah subhanahu wa ta'ala kull sifat kama. Po ashtu edhe mendja e ndoshë njeriu, ë, i bën të qëndrueshme Allahu madhruar çdo cilësi të përsosur. وينزه الله سبحانه وتعالى عن كل صفة نقص وعيب. لو ما ضرورش لار جدو تمتية. نعم. ومنها. لار جدو مانسية. إثبات صفة العلو لله سبحانه وتعالى. نبرتير إيش تيجي تبين تجدروشهم سيرسينة غريتيس لار تالله ما ضرور. الخامس الفطرة. الأرجومنت يبين إيش فطرتي يستيقتي يباس رينيريود. يأتي إنسان ويطلب من إنسان مال يقول أعطيني مثلا صدقة. Nëse dikush vjen tek një tjetër dhe i thot, "Më jep diçka për pasurisë, sadaka, lëmosh." Fa hadha yaqul lil faqir hakala. Dhe ai i thot, "Ska po." Yani, la grigishi. Allah yati. Thot, "La, Allah yati." Fa ashara bil ulu ila Dhe ai tregon për shi nga ila faqir. La. Au indama yad'u, indama yad'u qul ya yarfa idan as-sama. Kur dikush lutet nga ngrinduar, i ngri nga qielli. Na'am, wa huwa al-ali al-azim, al-azim dhul 'azama allati laysa fawqaha 'azama. Dhe ai është madhështori me madhështinë e papërfishme. Na. Edhe akhadna sebab at-tasmiya bi ayat al-kursi. Ne përmendëm pra edhe shkakun e emërtimit me ayat al-kursi. Fi hadha kalam kursi. Sepse është përmendur kursi. Wa hiya a'zam ayat fi kitabillah. Është gjithashtu ky ajet është ajeti më madhështor në librin e Allahut. Wa al-Qur'an yata'ala باعتبار التأثير والمعاني لا باعتبار القائل فالقائل واحد سبحانه وتعالى ذكر اني ديشون ايت الكتابه لباس ما دشتي سيريت ايت يوم باس ما دشتي كاي تاتي كي ثوت سي اي كي كاثن القران تجيدين اش وتم الله مدروار يعني بعض الايات قد تؤثر فيك ما لم تؤثر ديسا ايت القراني تك تي كان يندكيم متماس ديسا ايت تيرا وفيها من اسماء الله اسماء خمسه Dhe kjo ajet ka përmendur 5 prejmrave të Allahut. Allah, Allah, wal hay, al hay, wal qayyum, qayyum, wal ali, wal azim. Al ali dhe al azim. Allah huwa al ma'luha al ma'bud muhabbatan wa ta'dima. Allah është ai i cili është i adhuruari, duke e dashur atë dhe duke e madhruar. Wal al hay dhe al hayal kamil. Dhe al hay është ai që ka jetën e përsosur dhe plot. التي لم تسبق بعدم ولا الحق فناء. كنو كان في دين ذنباري. القيوم الذي قام بنفسه قام غيره به. قيوم شاي يتيلي برا مبارك من فيدن تي. ولهذا لا يمكن أن نعتمد ونتوكل إلا على الله. ذي برنا اللي دودن بشتدي من فيدن تك الله مضروع. والعلي علو في الذات وعلو في الصفات. لا مش عليه مي لارتي. والعظيم ذو العظمة التي ليس فوق عظمة. العظيم ذو العظمة التي ما دشتوني شيء كي كان ما دشتين هي باكو فيش به نعم أيضا من الفوائد عموم علم الله سبحانه وتعالى جدا شو ما دوبين جدا كا كيو آيات إيش
Gjithë përfshija e dije se Allahu është madhruar. Wa anna Allah la yakhfa 'alayhi shay. Dhe se Allahu nuk i fshehet asnjë gjë. Wa 'amul mulki Allah subhanahu wa ta'ala. Dhe duhet edhe gjithë përfshija e sundimit të Allahut madhruar. Wa anna mulki Allah kamil. Dhe se sundimi i Allahut është i plot. Wa hifdh Allah li makhluqati. Gjithashtu ruajtja e që Allahu madhruar i bën krijesave të tij. Wa qulna fiha qila anna fiha isma Allah al-a'zam. Dhe këtu është edhe emri më madhështor i Allahut te ky ajet. Wal kamal adh-dhati wal kamal as-sultani. Gjithashtu për përsosmërinë e vetes te përsosmërinë e sundimit të Allahut. Na'am. Wa qulna taqra fi kulli layla. E tham që ky ajet lexohet në çdo natë. Qabl an-nawm. Para se të flem. Wa adbar as-salawat. Gjithashtu lexohet edhe pas namazeve fars. Al-mafruḍa. نعم والله اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى صحبه وسلم لا احنا ناخذ الصوره ونناقش يعني حتى يعني يستيقظ اظن في بعضهم نائم يوقف هذا فكره برضه